اهلا بكم مشاهدينا ويوم اخر من مجلس الصائمين، وشرفنا نرحب بالدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر. اهلا وسهلا دكتور. بارك الله فيك في المشاهدين. النهارده يوم أربعة، يوم أربعة رمضان، ليله خمسة تفرق؟ يعني خلاص خمس ليالي من رمضان، سدس رمضان خلص. كل سنه طيب. انت بتطمن الناس؟ بس في ناس يعني هو انا بطمنهم ولا بقلقهم؟ لا ما مش عارف، يعني في ناس بتحب يا دكتور ان رمضان يستمر فتره اطول. واغنيه لسه بدري بدري يا شهر الصيام والحاجات دي. لا، وخاصه ان في ايام دهركم من نفحات الا فتعرضوا لها. طبعا. فلعل احدكم ان تصيبه منها نفحه فلا يشقى بعدها ابدا. صحيح. فاي نفحات اعظم من نفحات رمضان الذي انزل فيه القران، وخاصه يعني قران وصيام وذكر وعباده وتلطف. صحيح. ومعاني تراحم، بالإضافة إلى كده عندك جوائز. أما هو ده بقى اللي كنت لسه هتكلم عليه، جوائزنا ما ننساهاش. عندنا مسابقة وسؤال يومي، بنجمع الأسئلة كلها، أسئلة مجمعة 30 سؤال ب30 إجابة، نبعتها على الإيميل أو عنواننا على الفضائية المصرية وهم بينزلوا على الشاشة الإيميل والعنوان. سؤال امبارح كان هل شهر رمضان من الأشهر الحرم، وهتتابعوا معنا سؤال النهاردة. جوائزنا 30 رحلة عمرة لمن هم فوق 16 سنة، و 30 جائزة أخرى كل جائزة قيمتها 1000 جنيه لمن هم تحت 16 سنة، وإحنا بنشجع طبعا يعني الشباب إنهم يشاركوا معنا قدر الإمكان. دكتور، من أجمل دعوات خلال شهر رمضان اللي بنسمعها إن اللهم إني صائم. الدعوة دي يا دكتور، هل هي الإنسان يحاول يقرب من ربنا او يدرع عن نفسه الاخرين، ولا الاثنين مع بعض؟ هو انت لو عرفت ان الدعوه دي هي دعوه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اللي علمها لنا، وردت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اللهم اني امرؤ صائم، وفي روايه اللهم اني صائم. يبقى الدعوه ديت دعوه من اللي علمها لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تبقى احسن دعوات طبعا، وبيرشدنا ازاي تهرب من الصدام، ازاي تتفادى الخلاف وتتفادى من يقاتلك او من يؤذيك، ازاي تتفاداه. افضل شيء تتفاداه تقول لنفسك وتذكر نفسك انك صايم، تقول اللهم اني صايم. يعني انت لو ما كنت صايم كنت هتضربه؟ لا. ممكن. ولو ما كنت صايم كنت هترد الشتم بالشتم؟ لا. ايضا المسلم عفيف في لسانه، عفيف في تصرفاته، لكن المسلم في الصيام بيتعود هذا، ففي غير الصيام بيقول ده انا اتعلمت من الصيام. اذا درس الصيام بيصاحبك الى على مدار الايام والسنين، ان الواحد يكظم غيظه نعم من خلال الدعوه دي، فربنا يساعده ان هو يكظم الغيظ مثلا. يعني صحيح. فهو هو ده دعوه لربنا، وفي نفس الوقت تذكير للنفس. تذكير للنفس. يعني ازاي تنتصر على نفسك. والانتصار على النفس ده اعظم انتصار. انت ممكن تنتصر عليا لان انا غيرك، لكن مش ممكن تنتصر على نفسك الا اذا كنت قوي الاراده وعندك عزيمه واصرار. صحيح. وتستطيع أن تقول لنفسك لا. يمكن أن تقول لغيرك لا، لكن صعب أن تقول لنفسك لا. فمن الذي قال لنفسه لا هو المنتصر، كما ورد في الحديث الصحيح، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وجهاد النفس ده الجهاد الأكبر على وصف، كما ورد في بعض الأحاديث التي تؤخذ في فضائل الأعمال، لأن دائما الحديث اللي ورد بسند ضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. طب يا دكتور، لو نتساءل على بقى ايه، يعني احنا عارفين ان اللي يفطر في رمضان الاكل والشرب والجماع يعني بعض الاشياء، ايه اللي يفطر في رمضان بشكل عام؟ يعني الناس عايزه تعرف يعني غير الاكل والشرب والاشياء الماديه المعروفه. فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الليل. الفقره دي من الايه فيها حسم لكل ما تريد. فالآن باشرهن، العلاقة بين الرجل والمرأة ده في الليل، لأن أول آية أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم. وكلوا واشربوا ده بيان للمباح في قبل الصيام.
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر امتنع. عن مين؟ عن الاثنين دول. عن الأكل والشرب وال... والمباشرة. ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل هو أول المغرب. فأصبح وقت الفجر للمغرب ممنوع عنه هذان الشيئين. الشيء الأول المباشرة، والشيء الثاني الأكل والشرب. لكن مع قولنا المباشرة هناك فروع أخرى، يعني مثلا مسألة الاستمناء، هل تدخل أو لا تدخل في المباشرة؟ أجمعوا على أن الاستمناء وإخراج المني هذا يفضي إلى فساد الصوم، لكن هل يوجب الكفارة أو لا يوجب الكفارة؟ مذهبان، المالكية قالوا يوجب الكفارة، الجمهور قال لا يوجب الكفارة. مذهب المالكية بيقول ان ده قريب من او في حكم الجماع او في حكم المباشرة. الكفارة اللي هي المغلظة زي ما اتفقنا قبل كده وقلناها صيام شهر متابعين أو واذا سنة. عجز يبقى يطعم 60 مسكين اسمها كفارة، لخلاف الفدية. الفدية اللي هي اطعم مسكين فدي اسمها فيها كفارة. ايضا لو قلنا الاكل والشرب هذا يفطر بالاجماع، بس في حاجة، الاكل والشرب المعروف انه طعام وشراب، ايه رأيك فيما فيه صورة الاكل والشرب وليس اكلا ولا شربا؟ فيه صورة الاكل والشرب وليس اكلا او شربا. ايوه عم. ايه هو ده يا دكتور؟ واحد بيسف رمل، واحد بيسف زجاج، زي ما شفنا كده في بعض الفضائيات في السنوات الماضية، كان في ناس كده بيجوا ويعملوا نفسهم بيان رجل خارق وروح واكل ازاز. طب ما ده يعني ده بلع ووصل الجوف. مظبوط. ياكل زلط، قل لي الزلطة اللي هياكلها تنزل كما هي، ولا الزلطة اللي هتاكلها اللي هياكلها تتحلل والجسم يدفع بها؟ هو انا ما يعني في الزلط ما باكلش، يعني ما باكلش الزلط قوي، بس يعني اعتقد انها مش هتنزل. هم قالوا بقى الفقهاء قالوا ده ليس طعاما ولا شرابا، هذا ليس طعاما ولا شرابا. اللي بياكل رمل واللي بياكل زلط واللي بياكل ازاز ليس طعاما ولا شرابا، بدليل ان الجسم لا ينتفع منهم وبينزل كما هو. صحيح. بيخرج كما هو. واحد بلع جنيه فضه، كان زمان بنقول مليم لما كان في مليم، دلوقتي اعتقد جيل كتير ما يعرفش يعني مليم جنيه. فجنيه الفضه دلوقتي بلعه ونزل، بينزل طبيعي كما هو ولا الجسم بينتفع بيه؟ لا كما هو، بينزل كما هو. فهل ده يفطر ولا لا يفطر؟ ما هو ده سؤال بقى. أكثر أهل العلم قالوا يفطر. يفطر. أكثر أهل العلم قالوا يفطر. ليه؟ لأنه لو لم يكن طعاما فهو في صورة الطعام. لو لم يكن شرابا فهو في صورة الشراب. فالله عز وجل كما حرم علينا الطعام والشراب حقيقة حرم علينا الطعام والشراب معنى أو صورة. ابن رشد في كتابه بداية المجتهد الجملة في غاية الخطورة تبين قد ايه الفقه والتفتح بقى. مش الإغلاق، مش هنقول رأي وكبسولة ومع السلام، لا، علم. علم يعني يجب ان الناس تعرف. صحيح. وان دي وظيفة العلماء اللي بيخاطبوا الآخرين لازم يحترموا عقول الآخرين. ما ينفعش انا اجي اوصي على الآخرين، ده انا جاي احترم المشاهد. احترامي للمشاهد يقتضي ايه؟ اقول له الحقيقة. اقول له الحقيقة. ولا اخفي عليه بعض الحقيقة واصول الحقيقة عشان اقول له انت ما مش هتفهم ولا تستوعب وانت مش قد فهم معنيين وانت هتتلخبط وانت ليه انا خليك تمشي على الرأي ده ليه وانا خليك الى اخره. وجزء من الحقيقة اعتقد دكتور ان لما بنقول حاجة ما بنقولوش ان دي الحقيقة المطلقة. طبعا. يعني. على قد ما نعرف. بنقول ما بلغ به علمنا. فبنقول ابن رشد في كتابه بيت المجتهد بيقول وذهب قوم، ما قالش مين هم دول. وذهب قوم إلى أن ما يتعاطى من غير الطعام والشراب ليس مفطرا. يعني لو أخذ جنيه أو زلطة وبلعها مما لا يؤكل ولا يشرب والجسم لا ينتفع به فهذا ليس مفطرا. مين اللي حكى القول ده؟ ابن رشد في كتابه ليت المجتهد. طب لو نيته ان هو ياكل الزلطة دي عشان هو مش لاقي اكل وجعان وصايم وهيفطر بيها، دخل بقى مع امر تاني وهو هل قطع النية يبطل الصوم ولا لا يبطل الصوم؟ ودي مسألة بيناها امبارح. قطع النية يعني ايه؟ واحد زهق من الصوم قال انا فطرت خلاص،
وبعدين وما فطرش ما اكلش ورجع ما فطرش. فمعظم الناس بتقول ان ده يفطر. المالكيه والحنابلة قالوا قطع النيه يفسد الصوم، ده كفايه قوي انه قطع النيه. الشافعيه والحنفيه قالوا لا، قطع النيه لا يفسد الصوم الا بالمفطر الحقيقي. مفطر حقيقي يعني شيء يدخل. اذا مساله قطع النيه عرفناها. مساله تعاطي الشيء غير المغذي ده اكثر اهل العلم في المذاهب الخمسه قال في المشهوره اللي احنا بنتكلم عنها قالوا بان هذا يفطر. لانه في صوره الطعام والشراب. الامام ابن رشد بيقول ان ذهب بعض اهل العلم، ذهب قوم لم يسمهم، ما قالش مين هم دول، ذهب قوم الى ان ما يتعاطى من صوره الطعام والشراب ليس طعاما ولا شرابا مثل الزلط او الرمل، هذا ليس مفطرا. بالمناسبه لو خدنا بالراي ده ممكن يؤدي الى حل لمشكله المنظار. بس حل مشكله المنظار هتتحل بطريقه افضل في مساله ثانيه. هي ايه؟ هي ايه يا دكتور؟ هل يشترط فيما يدخل الجوف حتى يفطر ان يستقر فيه؟ اما اذا دخل بمجرد دخوله افطر. مسألة في غاية الخطورة. أنا اللي أعرفه إن كل ما يمر في من الفم إلى الجوف ده يفطر أيا كان. طيب افرض دخل منظار أو ترمومتر مثلا بيدخل بيه عشان يقيس درجة حرارة معينة في الحلق من الداخل وخرجه. أو دخل منظار وخرجه. المنظار بيدخل من أجل أن يخرج ولا بيدخل من أجل أن يستقر؟ بيدخل من أجل أن يخرج. من أجل أن يخرج. فهل المنظار الذي دخل المنظار طعام وشراب؟ ليس طعامه ولا شراب. فإذا دخل المنظار وخرج فهل هذا يفطر الصائم أو لا يفطره؟ الله أعلم. بس إيه رأيك إن المسألة دي درسها الفقهاء القدامى في المذاهب الأربعة المشهورة؟ يعني أنا بقول ما قالوش منظار. طبعا أنا اللي قلت المنظار إسقاط على الواقع. لكن هم قالوا إيه؟ قالوا لو دخل الشيء الجامد واستقر هل يشترط للفطر استقراره أم مجرد دخوله يحقق الفطر؟ وضربوا لذلك أمثلة منها ما يؤكل ثم يلفظ مرة واحدة، يعني مجرد ما ياخده يروح مرجعه. طب هنا بقى هنا مداخلة سريعة بالنسبة للسيدات، لأن دي جات لي أكتر من سؤال عليها. السيدات اللي بيتذوقوا الطعام خلال فترة الصيام وبعدين بيلفظوه من غير ما يبلعوه. لا دي بقى مسألة بعيدة خالص عن الموضوع ده. بعيدة؟ طب خلينا فيها ونجاوبها. طب يا ريت حضرتك لو إجابة سهلة قوي. إيه؟ ليه؟ لأن الفم بالاتفاق ليس من الجوف. بدليل أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال بالإجماع سنة وليس من مفطرات أو مفسدات أو مكروهات الصائم. إذن فالتذوق إذن الفم الفم ليس من الجوف في الصوم. فلما كان الفم ليس من الجوف صار التذوق وصار مضغ الطعام للطفل، افترض انها بتمضغ للطفل حاجه كده عشان الطفل يعرف يبلعها، طفل سنه شهر شهرين عايز تاكله شيء فما عندهاش مطحنه فتطحن بسنانها ودي ام. فلما بتطحن بسنانها وتديه ده كله في الفم، والفم ظاهر ولا عضو باطني؟ لا ظاهر. ظاهر هذا لا يفطر بالاجماع الا اذا تعمدت ان تبلع بواقي الطعام الذي في فمها. فيها تيسير كبير يا دكتور. محتاجين لكن ذوق الطعام وذوق المراره والحلاوه او تكسير الاكل للاطفال او نعم كل هذا لا يفطر، ولكن يكون مكروها لغير حاجه. لغير حاجه يعني واحد مثلا لما سمع الحلقه دي عرف ان التذوق ليس يفطر، فلما تذوق بقى كل ما الاقي حاجه ازوقها. ما صدق قال لك ده دخل في المكروه. دخل في المكروه ليه؟ لانه استخدم رخصه ليست له. طب نعود الى المنظار، لان احنا انا كنت نفسي الحلقه تكفي ان احنا نتكلم على المكروهات والمستحبات، واذا ما لحقناش هنتكلم عليهم. بس نعود الى المنظار يا دكتور. المنظار انا بذكره كشيء دخل الجوف وخرج. انا عندي مذهبين بيقولوا الشيء لو دخل الجوف وخرج ليس يفطر، وإذا دخل واستقر أفطر. مين المذهبين دول؟ الحنفية والمالكية. الشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا بمجرد دخوله أفطر. فأصبح المنظار فيها رأيين دلوقتي ولا رأي واحد؟ رأيين. قل لي مين يجرؤ يحسم الرأيين لرأي واحد؟ لا كل واحد ياخد بالرأي اللي يناسبه. لو أنت
نصرت رأي الحنفية بأن هذا لا يفطر، إذن كأنك استخفيت بعقلية الحنفية الشافعية والحنابلة والزهرية. وليه تستخف بيهم؟ هم بشر زيك وعلماء زيك. ولو أنت أخذت بمذهب الشافعية والحنابلة وقلت أن لا يفطر، كأنك استخفيت برأي الحنفية والمالكية وقلت دول ما يفهموش حاجة. طب ما الناس كده تتلخبط يا دكتور منان، يعني يعملوا ايه دلوقتي؟ لا مثل عمره بيتلخبطهم. قول ليه؟ ليه بقى؟ لان ربنا خلانا مختلفين. صحيح. صح صحيح. مننا منا من يرعى الاحتياط والوسوسة والتحيط والتشدد بطبعه، ومننا من يميل لليسر والتبسط بطبعه، ومننا اللي عايز يعرف قول لي بس فين الطريق وانا اخد ايسر حاجة، تاني يقول لي فين ايسر وانا اخد اشد حاجة. اذن اخذ اشد حاجة او ايسر حاجة متروكة لطبعنا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ده انت بتشوف ناس ما بيحبوش يمشوا او ياخدوا يتولوا عمل الا اذا كان عمل ده شاق قوي، مزاجهم في كده، تقول لهم اقعد على المكتب وهتبقى به ومرير، يقول لك لا، اما كنتش اشيل السيراميك على كتافي واطلع بيه او اشيل الطوب على كتافي واطلع بيه انا ما برتاحش، طبيعته كده. في ناس كده فعلا. في ناس عكس بقى، لو قلت له تعال اشتال بس طوب ولا اشتال كتب وديها وليك مرتب 10 أضعاف على المكتب، يقول لك لا انا عايز على المكتب. فربنا خلانا بهذا الوضع. طبيعه انسانيه. طبيعه انسانيه. فينا اللي يقفل باب بيته ولما يقفل يرجع تاني يطمن مقفول ولا مش مقفول. وفينا اللي يشده ويروح ماشي ويقول توكلت على الله. صح. فاذا مننا اللي ربنا خلقنا ميسرين، وفي ناس ربنا خلقها بتبحث عن الحكم الاشد والاحوط. فلما يكون عندي رايين، بالله عليك الرايين دول مش هيغزوا طرفين؟ بالتاكيد هيغزوا طرفين. فالناس اللي هم طبيعتهم يقول لك ازاي ادخل حاجه وتقول لي انا صايم، هقول لك اطمن كلامك صح بس على مذهب الشافعيه والحنابلة. واحد تاني يقول هو انا خسرت حاجه؟ ده المنظار دخل وخرج والله ما اكلت. هقول له والله سمك صح على مذهب الحنفيه والمالكيه. فاصبح اختلاف الاراء ريحت الناس، ولا اختلاف الاراء خلت الناس في صراع وتردد؟ لا، اختلاف الاراء رحمه. هنا رحمه بالتأكيد. هو ده المعنى الجميل. طب دكتور قبل ما نبدا في اتصالاتنا التليفونيه، ويعني انا عارف ان موضوع المفطرات ممكن نتكلم فيه تاني، بس كان عندنا سؤال من احد جه على الايميل. من سيده عراقيه، هي صامت اول يوم ليها. أيوه. في تركيا. في العراق. وبعدين سافرت تركيا، انا مش متذكر يعني واحد من البلدين بدا بعد التاني. يعني اول يوم كان في العراق وسافرت لتركيا، فبقى اول يوم في تركيا برضه، وهتقعد وهترجع هتنهي الفتره في بلد غير اللي بدات فيها الصيام. والصيام بدا بشكل مختلف، فتعمل يتصوم على البلد الاصليه ولا على البلد الجديده؟ في حديثين هيحكموا الفتوى في المساله دي. الحديث الاول رواه الترمذي، الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس، يعني يجب على المسلم انه يحترم مشاعر البلد اللي نزل فيها. فافترض ان هو في بلد فيها عنده صيام، وسافر إلى بلد عندهم عيد، يعيد معهم. وإذا قال بعض الفقهاء إذا أراد أن يصوم فيصوم في سره، لكن لا يعلن أنه صايم، لكن الذي يعلنه احترام مشاعر من في البلد اللي نزل فيها. افترض أن هو في بلد عنده عيد وسافر إلى بلد عندهم إتمام رمضان، يبقى يجب عليه أنه يعمل إيه؟ انه يصوم يتم رمضان، يصوم يمتنع طعم الشراب، ما يعيدش رغم انه بلد كان عيد. ليه؟ قال لانه حتى ولو لم يصم حقيقة يصوم بقلبه، من اجل انه يصوم بظاهره، من اجل انه يتفق مع اهل البلد احتراما لمشاعر الناس. هذا المعنى بيؤكد ان الاسلام انساني. الاسلام بيقول لك خلي بالك من اخيك الانسان، انتوا البعض، راعوا مشاعر بعض، مفيش داعي تجرحوا مشاعر بعض، مش عشان الدين تقوم تخسروا بعض ايها الناس. الدين بيقول لكم مالكوش دخل بيا، انا سامحت، انا عفيت، بس خلي بالكم من بعض. بناء عليه سيادتك لو انها راحت من العراق الى تركيا او العكس او اي دولة اختلف فيها تواقيت رمضان بتحترم اهل البلد، ولو ارادت ان تتمسك بصومها تتمسك في السر، ولو أرادت أن تتمسك
بفطرها في العيد تكون هذا في السر، لكن في الظاهر احترام الناس، لكن سيترتب عليه مشكلة. ايه بقى؟ ايه المشكلة؟ ستظهر احيانا انها تصوم 28 يوم. اه ممكن، او ممكن زيادة، او ممكن تصوم 31 يوم. اه هو رمضان كم يوم يا دكتور اصلا؟ الرسول سيدنا النبي قاله في حديث صحيح، وده الحديث الثاني بقول عليه. ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. واشار ثلاث مرات بيديه الشريفتين، ثلاث مرات ادي 10 10 10 يبقى كام؟ 30 30 او هكذا 10 10 ثم قبض احدى اصابعه، كم كام؟ 29 يعني 29 يعني الشهر العربي اما 29 واما 30. لو ان سيادتك او السائله لما سافرت لقت نفسها صامت 28 تحترم الجماعه ويبقى عليها يوم تقضيه. افرض انها صامت ال 30 ولما راحت يوم تاني عند بلد تانية لقت لسه عندهم رمضان، هتصوم احتراما لمين؟ للبلد اللي هي البلد اللي راحها فيها. صامت 31 يكون 31 بنيه النافله، واحد منهم بنيه النافله وليس بنيه فريضه. لانها احترمت مشاعر الاخرين. لكن رمضان يستحيل انه يزيد عن 30، لانها لو قامت لو صامت او يقل عن 29 ولا يقل عن 29، لو صامت ال 31 بنيه رمضان يبقى ده حرام. حرام ليه؟ لانها زادت في الفرض ما ليس منهم، زي اللي يصلي ظهر خمس ركعات. ولو قلت عن 28 يبقى عن 29 يبقى قلت عن شهر العربي الذي لم يقل في تاريخ حياته عن 28. طب لو صامت 28 يوم وسافر بلد تانية فيها العيد، ايوه، واحتراما لاهل البلد دي هتعايب معاهم، ايوه، هيبقى عليها يوم. مش هتعايب، هتعايب معاهم. يبقى عليها يوم. عليها يوم مظبوط. ليه؟ كفاره صامت؟ لا عليها يوم. قضاء، قضاء يعني، قضاء. بس القضاء ده بعذر. مش قضاء من غير عذر. اصل في واحد بيفطر بعذر وواحد بيفطر من غير عذر. اللي بيفطر بعذر ليس عليه اثم، عليه قضاء. ولكن اللي بيفطر بغير عذر ده الاثم، ده عليه خطيئه وعليه اثم وعليه قضاء ايضا. يعني لازم نعرف ان الشهر العربي ولما يعني مثلا في قول الله سبحانه اياما معدودات. أيوة. فمن كان منكم مريض على سفر. ايام معدودات يعني ايه؟ يعني ايه بقى ايام؟ ربنا بيبسطها لنا، بيقول لنا انتوا عليكم صيام زي صيام الامم السابقه، والصيام اللي عليكم اياما معدودات، مش كتير، 29 يوم 30 يوم، ما هوش يعني كتير، ما هوش شهرين ثلاث شهور. اياما معدودات. معدودات معناها انها محدده. محدده. طب نعمله ده سؤال النهارده ولا؟ والله اذا حبيت ممكن نقول مثلا هو شهر رمضان الحد الادنى فيه كام والحد الاعلى فيه كام، او اي قوله عز وجل اياما معدوده يعني ايه؟ يعني كم الايام المعدوده التي اشار اليها القران الكريم في قوله سبحانه اياما معدودات؟ اذا الاجابه هتبقى رقمين اكيد، مش رقم واحد. طبعا ده انت حليت الاجابه خلاص. طيب طبعا انت اكيد متعاطف مع من دون 16. والله واللي فوق 16 ربنا يعني بيقدر ما شاء الله مقبولة ان شاء الله. يعني اي حد يسافر لعمره نرجو انه يستمتع بيها ويقضيها في روحانيات وتكون عمره مقبوله ان شاء الله. احنا الاجابه السؤال نزل كم عدد ايام شهر رمضان في قوله تعالى ايام معدودات، والاجابه عايزينها رقمين، لا يقل عن كذا او يزيد عن كذا. نعم. هنبدا نتلقى بقى اتصالاتنا التليفونيه ولا لسه شويه يا استاذ؟ طيب يا نكمل مفطرات الصائم. انا عندي في حكم جميل فيما يتعلق بالمناسبه دي يعني. اتفضل. ناس كتير بيحتاجوه. وقبل ما اقوله في كمان سؤال جالي النهارده وانا جاي في الطريق. اتفضل. واحد صديق كان في الصين وجاي على مصر، بس نزل دبي ووعدته ان احنا نقول له السؤال ده على الهواء. نزل دبي وجاي على مصر ان شاء الله. فبيقول ان هو لما نزل دبي كان موعد فطار اهل الصين اللي هو صام على توقيته. هو مسافر صايم وهو مسافر. هو جاي من الصين. وصايم. صايم، نوى الصيام في الصين. بتوقيت الصين. سفره طويل لحد ما وصل فين؟ دبي. دبي. نزل دبي الساعة اللي نزل فيها دبي كان تقريبا الساعة 10 ولا 11 صباحا. ده توقيت فطر مين؟ الصين. الصين. يفطر على توقيت الصين ولا ينتظر للساعة 5؟ هو دي فيها رأيين. توقيت دبي. على كلام حضرتك النهارده ممكن اعمل عقلي شويه مع حضرتك واقول قول تحترم توقيت اهل دبي. ده ينفع؟
يدخل دبي ويقول لهم انا صايم على الصين؟ لا ما ينفعش، لازم يدخل يفطر مع اهل الصين. ده نفس فكره منطق افطروا في العيد مع الناس. الفطر يوم يفطروا الناس والاضحى يوم يضحي الناس. اذا يحترم الناس، صار مع توقيت جديد. بس في الحاله دي لو انه مش قادر يصوم لحد نهايه التوقيت بتاع اهل دبي، صار من المرضى، من حقه يفطر. صحيح. وفي الحاله دي يقدر. لكن ما اقدرش اقول انه توقيته توقيت الصين، والا هيجي لك ناس هنا في مصر يعيشوا معاك ويقول لك اصل احنا صايمين على توقيت بلدنا. كل واحد يقول انا صايم على توقيت بلدنا. في الحاله دي لن يتوحد الناس. ما ينفع. والاسلام بني على التعاون والتوحد والمراعاه مشاعر البعض. بس احنا كمان عايزين ننوه لاخواننا اللي بيشاهدونا في كندا وامريكا وهم بيتابعونا دكتور على الفضائيه المصريه الموجهه لامريكا. ساعات الصيام طويله جدا، احنا السنه دي ساعات الصيام طويله، بس هم بيبقى ساعات الصيام اطول بكتير وبيفطروا 9 بالليل وفطار. حضرتك قلت احنا ذكرنا فاتت اقوال، ذكرنا ان ممكن 3 اقوال لو برضه نفكروا. القول الاول انه بيلتزم بتوقيت بلده حتى ولو طالت 20 ساعه او حتى 23 ساعه، حظه قدره ده في البلد اللي هو فيها. ده اول راي. انه بيلتزم من الفجر للمغرب. مش قادر، صحته مش قادره، يبقى مريض. لا يكلفه الله نفسا وسعها. زعلان ليه؟ زي الرجل هنا في مصر اللي مش قادر يصوم، هيعمل ايه؟ يقدر يصوم ساعه ساعتين بس، مش قادر يكمل. اقدر اقول له التزم؟ لا، بقول له افطر وانت صرت من المرضى. نفس الامر انت في احدى البلاد الاوروبيه اللي نهارها يطول ل 20 ساعه، انت على الراي الاول مسؤول بصيام من الفجر حتى المغرب. اذا استطعت فانت قادر على الصوم والخطاب موجه لك. اذا عجزت، اذا من الخطاب ليس موجه لك، ويبقى انت في حكم المريض ولك ان تفطر وعليك القضاء اذا استطعت او الفديه. هذا اول راي. الراي الثاني بيقول يلتزم باقرب البلاد اعتدالا للمناخ له، اذا كان هو في دوله يعني قطبيه شماليه جدا، يقوم يشوف اقرب البلاد ايه اللي هي تتناسب معاه. تتناسب مش معاه لوحده، معاه ومع اهل بلده، بحيث يكون الحكم عام في راحه. في الحاله دي يلتزم باقرب التوقيت اليه. الراي الثالث بيقول لا، يلتزم بتوقيت مكه بدءا وانتهاء بالصوم. هو انا ليا سؤال هنا، بس انا مهم انوه للساده المشاهدين ان يا جماعه انتوا بتتصلوا دلوقتي بتقولوا اجابه السؤال بتاع الحلقه، احنا عارفين انتوا عارفين الاجابه، بس احنا بنستنين ال 30 اجابه مجمعه وتبعتوها لنا على الايميل البريد الالكتروني او البريد العادي على الفضائيه المصريه في ماسبيرو، والاجابات تكون مجمعه. الايميل هينزل على الشاشه حالا. في كمان حكم اذا كان في وقت يسمح ولا ده. اعتقد في وقت قبل الاسئله، ولا نفتح الاسئله اذا حبيت؟ اتفضل يا دكتور. المساله في غايه يعني الاهميه في المجتمع، وهي مساله المراه الحامل والمرضع. دي حكمها ايه؟ واحده حامل وخايفه على حملها، ما هيش مريضه. وواحده بترضع، سواء كان بترضع ابنها او بترضع حد ما هي مسؤول عنه، وتسمى المراه الذئر. فهل المرضع والحامل لها خصوصية في حكم الصيام، ولا نقول لها صومي لأن أنت لست مريضة؟ أجمع الفقهاء، شوف رغم أنها مش منصوص عليها النص في إيه؟ فمن كان منكم مريضا على سفر. يبقى النص جاي في كم صفة؟ اتنين بس، المريض أو اللي على سفر. داخل فيهم الحامل؟ لا. لا، ومع ذلك فقد أجمع الفقهاء على أن الحامل والمرضع لا خصوصية مثل خصوصية المريض، لكن متفاوتة في الحكم على 4 أقوال تقريبا. طبعا 4 أقوال هتقول لي الناس هتخبط، بس كل قول هيرضي صنف من الأمهات. القول الأول بيقول إن الحامل والمرضع لها أن تفطر، بس عليها القضاء والفدية. الاثنين. الاثنين. القضاء والفدية. يعني تصوم الشهر كامل وتدفع اطعام مسكين عن كل يوم. ما تفطر، تفطر ما تصومش. لا تفطر. انا بتكلم القضاء يعني تصومه لاحقا بعد تقضي الايام ديت على ايام. مش شرط متواصل، ممكن مش يكون شرط متواصل. لا، القضاء بيكون على ايام. لكن بعد رمضان. وقيل كما قال المجاهد يشترط فيه تتابع، لكن اكثر اهل العلم قالوا بان القضاء لا يشترط فيه تتابع. ويكون بعد رمضان. فإذا هي انتفعت برمضان ورضعت ابنها أو حافظت على حملها. ده أول قول. ده قول مين؟ الشافعية والحنبلة. القول الثاني بيقول عليها القضاء فقط وليس عليها
الفدية، وده مذهب الحنفية عليها القضاء فقط وليس الفدية. وليس الفدية، والفدية هي إطعام مسكين. آه ليس فدية. ليه؟ قال لأنها في حكم المريض، هي ليست مريضة ولكنها تلحق بالمريض، لأن خوفها على الرضيع أو خوفها على الجنين يلحقها بالخوف على النفس. فهذا في حكم المريض. يبقى المذهب الأول بيقول عليها الكفارة، عليها الفدية عفوا مع القضاء، الفدية طعام مسكين، عليها حاجتين مش حاجة واحدة. واستدلوا بذلك بما روي عن عبد الله ابن عباس بأنه قال بأن المرأة الحامل والمرضع عليها الفدية، أي مع القضاء. وأيضا الحديث المذهب الثالث مذهب مالك بيقول هفرق ما بين المرأة الحامل والمرضع. الحامل قال في حكم المريض زي أبو حنيفة، لكن المرضع أنا زي الشافعي وزي أحمد عليها الاثنين، الفدية والقضاء. ليه؟ المرضع خايف على غيرها، لكن الحامل خايف على جنينها والجنين جزء منها. فالإمام مالك بيقول أنا هخلي الحامل زي المريض زي ما قال أبو حنيفة، وهخلي المرضع زي مين؟ زي الإمام أبو الشافعي وأحمد لما قال عليها الاثنين، عليها الفدية وعليها القضاء. ذهب ابن عباس وعبد الله بن عمر ان عليها الفدية بس، ما ليس عليها قضاء، المرأة الحامل والمرضع. في المناسبة ده حديث رواه احمد عن انس ابن مالك قال صلى الله عليه وسلم وبعض اصحاب السنن يعني احمد وغيره عليه الصلاة والسلام عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. فقالوا هذا الحديث دليل على أن الحامل والمرضع ليس عليها إيه؟ صيام. يبقى عليها إيه؟ عليها فدية أو ده على المذهب الأخير اللي هو عبد الله ابن عباس لما قال بأن المرأة الحامل والمرضع ليس عليها إلا فدية. أصبح المرأة الحامل والمرضع فيها أربع أقوال، كل قول منهم يجوز أن تفتي به، كل قول من حق كل مسلم انه ياخد باي قول منهم. واحد عليها القضاء والفدية، فدية طعام مسكين. اتنين عليها القضاء بس. تلاتة عليها الفدية بس. اربعة ان كانت حامل يبقى عليها القضاء فقط، وان كانت مرضع يبقى عليها القضاء والفدية. وده مذهب مالك. اضرب اقوال. تم يعني في كل انسان يعمل عقله ويجتهد ويشوف طاقته وقوه احتماله هي الاقوال دي مش اهل علم طبعا، وربنا بيقول فاسالوا على ذكر كنتم تعلمون. انا بكلم على الناس بقى المرضعه او الحامل لما تستعرض أقول لك الاقوال. اقول لك على حاجه اريح بها الجمهور. الجمهور احد نوعين، نوع موسوس كده وعايز يشد حاجه، يبقى احسن فتوى له مذهب الشافعيه والحنابله عليه حاجتين، القضاء والفدية. النوع الثاني من الجمهور المشاهد الكريم بيحب التيسير، اللي عاوز التيسير وعايز اخف حاجة وقليل الحيلة او ضعيف او فقير او غير ذلك، عليه الفدية بس او القضاء بس. طبعا هستأذن حضرتك يا دكتور، معانا احمد من القاهرة ومعاه سؤال مهم جدا، سؤال محمد لسه معانا على التليفون يا استاذ خالد؟ للاسف قطع محمد، بس كان ليه سؤال مهم جدا على التليفون، وهو البخاخة بتاعت الربو اعتقد هي دي. بخاخة الربو ديت ده شيء حديث ولا شيء قديم؟ حديث. بخاخة الربو ديت جاي عشان تفتح الشعب الهوائية ولا عشان تدخل المريء إلى المعدة؟ الشعب الهوائية. بخاخة الربو دي مغذية ولا مفتحة للشعب؟ مفتحة للشعب. طيب بناء على هذه الأسئلة وما ذكرناه من قبل، هتجد فيها رأيين ولا رأي واحد؟ أنا شايفها ما تفطرش بصراحة. هتجد فيها رأيين. رأيين. يعني أنت من شوية مش إحنا قلنا إن ابن رشد حكى عن قوم من أهل العلم بأن ما يؤخذ ويتعاطى ليس للغذاء فليس مفطرا؟ مش ده رأي فقهي؟ صحيح. جميل. الرأي الفقهي ده ممكن نستخدمه في البخاخ؟ مع إنه نسبوا القوم مع نسبوا القوم لم يذكرهم. صحيح. اتنين، إن البخاخ الذي دخل من أجل تفتيح الشعب الهوائية ده زي ما بتشم تاخد نفس عميق أو يفتح لك الشعب من أجل التنفس وليس للمريء. أنت عندك مجريين، مجرى للطعام ومجرى للهواء.
مجرى الهواء ده اللي بيدخل عشان تفتح شعب الهوائية ملوش علاقة بالطعام والشراب. لو انت اخدته من هذه الزاوية اذا ليس مفترض، ولو انت اخدته من زاوية تانية ان ده شيء دخلته عن عمد وعن قصد الى الجوف بغض النظر عن كون الجوف طعام او شراب او غيره اذا مفطر. يبقى فيها رأيين ورأي واحد، رأيين. احيانا تقعد مع احد المشايخ المعاصرين يقوم يقول لك تفطر، هو صادق بس ذكر احد القولين. تقعد مع واحد تاني يقول لك لا تفطر، هو صادق لانه ذكر احد القولين. يوم ما نحكي بقى القولين دول احنا بنريح الناس ونقول اللي شايف وسوسة وتعبان يعرف ان ده يفطر، واللي شايف ان ده ما فيش فيه شيء مغذي دخل الجوف وده شيء من اجل ان نعيش وليس من اجل الطعام ولا الشراب ولا الغذاء اذا لا يفطر. اصبحت المسألة فيها قولين وما حدش يقدر يقول فيها رأي واحد الا اذا كان نبي طبعا، اللي هيزعم النبوة ويزعم العلاقة مع الله هو ده اللي هيقول فيها رأي واحد بس. لكن اللي هيحترم فكره وفكر غيره، اللي هيحترم عقله وعقل غيره، اللي هيحترم فقهه وفكر غيره يقوم يقول انا رأيي انه يفطر، والتاني يقول انا رأيي انه لا يفطر. اذا انا جمعت الرأيين وقلت ان في رأي بيقول يفطر ورأي بيقول لا يفطر. صحيح يا دكتور. خالد من القاهرة سريعا. أيوة يا خالد معلش عشان الوقت، اتفضل. ايوه حضرتك السؤال. السؤال هو ان انا عملي بيبعد عن بيتي ب 125 كيلو. ربنا يكون في عونك يا استاذ خالد. فانا بروح سايق وبرجع سايق. فانا هل ده ممكن يكون في يعني الفطار يكون فيه رخصه؟ يعني الدكتور هيجاوبك حالا يا استاذ خالد. شكرا على مداخلتك يا فندم. الاستاذ خالد هو ذكر سؤال غامض وانا ما رضيتش ادخل في سؤاله وافتح السؤال علشان اخلي السؤال له اجابات محتمله. سؤال الغامض بيقول يبعد محل عمله عن محل اقامته 125 كيلو. صحيح. خلي بالك انت سيادتك جاي من 125 كيلو. انا؟ شخصيا؟ انت ساكن فين؟ ساكن في التجمع الخامس. عشان تيجي هنا ان شاء الله فيها على الاقل 100 كيلو. لا مش لدرجه 50 40 40 مثلا يا دكتور. لا انت خدت بقى طريق، لكن طريق على 6 اكتوبر. طريق جديد اللي عامله جيش. افترض ان القاعده في 6 اكتوبر في مدينه الانتاج الاعلامي من التجمع في الدائري. طيب هيبقى المسافه كبيره. فالفكره هل بالمسافه ولا بالسفر؟ هو ذكر في السؤال المسافه ولم يقل اني على سفر. صحيح. يشوف السؤال الجميل بتاعه بيقول انا بيني وبين محل اقامتي 125 كيلو بس في مدينه واحده في منطقة عمرانية متواصلة ومتلحمة زي مدينة الأليوبية والقاهرة والجيزة 6 أكتوبر وحلوان. دول كم مدينة؟ خمس مدن كلهم مدينة واحدة اسمهم القاهرة الكبرى. فلو سيادتك جيت لي من القاهرة للقاهرة وتقول لي أنا مشيت مسافة طويلة 125 كيلو هل من حقي أقصر ولا لا أقصر؟ يبقى ده دخلنا في المسافة وما دخلناش في الاسم. ولكن الحكم الفقهي متعلق بالاسم وهو السفر، فهل هذا سفر ولا ليس سفرا؟ الفقهاء اختلفوا في صفه السفر زي ما قلنا لقاء سابق امس او اول امس. قلنا الامام ابن حزم بيقول ميل واحد اسمه سفر، بس في عهد ابن حزم كان اللي بيسافر ميل فعلا كان اسمه مسافر. صحيح. الجمهور بيقول لا ده مرحلتين والمرحلتين 85 كيلو فاكثر. الحنفية بيقولوا ثلاث مراحل، الثلاث مراحل 120 كيلو فأكثر. بس ده مع كل هذا متفقون جميعا على ان المسافة دي اسمها سفر. لازم يبقى سفر. لازم تعرف ان دي اسمه سفر. لكن انت رايح مشوار، انت رايح مسترسل، ولهذا اشترطوا في السفر ان تكون النية نية موجودة، لان من هام على وجهه وقطع المسافة دون نية السفر فليس مسافرا. ازاي؟ سيادتك راكب السيارة مع المدام وربنا يبارك لك فيها وانتوا لسه متجوزين حديثا وتوصى بيها شوية. طيب. طبعا التوصية ديت ليها ولكل زوج مع زوجته يعني. ان شاء الله يا دكتور. بنقول اخدتها تتمشى. وانت بتتمشى بالسيارة لقيت نفسك قطعت مسافة 100 كيلو. هو انت رايح تسافر ولا بتتمشى؟ بتمشى. يبقى من حقك تخسر؟ لا طبعا. لا ليه؟
لان هنا ما فيش نيه سفر، ده انت ما فيش اصلا رغبه للسفر، ده انت ماشي كده هائم على وجهك في المساله، يعني ما مش في دماغك انك تقطع مسافه، ده انت في دماغك بتتمشى شويه، لقيت السياره اخذت بعضها ل 100 كيلو. اذا قطع المسافه ليس من اسباب رخصه قصر الصلاه او الفطر، وانما السفر هو المسبب او للرخصه في الفطر وفي القصر. بناء عليه بنقول لسيادته هو لما قطع المسافه من بيته لمحل عمله 125 كيلو كان سفر ولا كان قضاء لمسافه؟ ونحن سننتظر يعني الاجابه دلوقتي بقى من الاستاذ خالد، هل كان سفر ام مسافه؟ نرجو منك يا استاذ خالد اتصل بينا مره اخرى، واحنا والدكتور سعد هيدي لك الاجابه او على الايميل. استاذنا الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقرن بجامعه الازهر، نورتنا النهارده كان وقتنا، ونراك ان شاء الله غدا في حلقه جديده. مشاهدينا يوم اخر غدا ومجلس الصائمين، ونذكركم بسؤال النهارده، ما عدد ايام شهر رمضان في قوله تعالى ايام معدودات؟ نراكم على خير ان شاء الله.